بيك يا كابتن ايمن وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، الف مبروك لكل الجماهير الاهلاويه. النادي الاهلي بطل السوبر المصري للمره ال 14، النادي الاهلي بيختتم سنه 2023 ببطوله، يعني الحقيقه خير ختام لهذه السنه. ومعي بقى في هذه اللحظات بعض اعضاء النادي الاهلي، الف مبروك الفوز النهارده، عايزين نعرف ايه رايك في المباراه. المباراه جميله جدا، الاهلي لعب مباراه حلوه جدا، يعتبر الجمهور النهارده رقم واحد. احنا كلنا عندنا ثقة في النادي الأهلي، إن النادي الأهلي طبيعي بإذن الله إن شاء الله كان هيكسب، والأهلي الماتش بتنتهي بصفارة الحكم بالنسبة لنا. الفرقة كلها كانت كويسة لأن الأهلي بمن حضر هو ده النادي الأهلي، كل اللعيبة النهاردة متميزة. محمد عبد المنعم ده عندنا جوهرة في دفاع الفريق، ممتاز، لاعب أوروبي محمد عبد المنعم، أنا بعتبره نجم اللقاء النهاردة. أنا عايز أقول إن الأهلي النهاردة لعب بروح البطل، هو ده الفريق البطل اللي عنده جمهور وراء دارة، وراء جمهور كبير قوي، لعيبة عارفة بتعمل إيه في الملعب. الفوز اتأخر، معلش إحنا كنا فايزين ومبسوطين وعارفين إن اللقاء بتاعنا اتأخرنا، يمكن في حكمة لكده إن إحنا بقى أنتوني موديست النهاردة يعتمد أوراقه رسميا مع النادي الأهلي بهدف حلو قوي وأسيست روعة كمان اللي عمله الكريم فؤاد، حط جون. فمبروك للأهلي، نادي سوبر. أقول للاعيبة الأهلي متشكرين على سعادتكم لينا، متشكرين إن أنتوا أسعدتونا، وبشكر كابتن خطيب وبدعي له بالشفاء، وبشكر كل اللعيبة وكل الجهاز وكل الإدارة والجمهور، وهي دي الكورة، يعني هي اسمها الساحرة المستديرة. أنا شفت إن دي روح النادي الأهلي، وإحنا بنشكر اللعيبة وبنشكر الإدارة، ويعني روح عالية جدا، والأهلي مفرحنا في كل مكان، والحمد لله على المكسب النهارده. بشكرهم، هم دايما بيشرفونا، والاهلي في حته تانية، يلعب في افريقيا، يلعب في الامارات، في السعوديه، دايما بيفرحونا. والف مبروك البطوله ال 14 بالسوبر، الف مبروك كابتن ايمن. يعني يا كابتن ايمن طبعا زي ما حضرتك شايف فرحه عارمه بتسيطر على فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، الف مبروك مره تانية، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. شكرا جزيلا للزميله.